تحية طيبة. انتهت المعركة الصهيونية على لبنان باتفاق وقف إطلاق النار، وكالعادة تنطلق بعدها معركة تفريغ وتمييع انتصار المقاومة على إسرائيل. ننظر اليوم في هذه الحلقة من المنصة إلى هذا الانتصار من زوايا متعددة، عسكرية، سياسية، شعبية ودولية، لنسأل لماذا قبل كيان العدو باتفاق وقف إطلاق النار إذا كان هو المتفوق عسكريا؟ ما هو شكل ومكانة حزب الله كقوة مقاومة في المنطقة حاليا وما بعد؟ كيف هو شكل الاحتفاء الشعبي المحلي والعربي والعالمي بحزب الله المقاوم؟ وأسئلة أخرى يسعدني أن أطرحها على ضيفي في لبنان عبر اتصال هاتفي، الأستاذ نجاح واكيم، رئيس حركة الشعب اللبنانية والنائب اللبناني السابق. أهلا ومرحبا بك أستاذ نجاح. أهلا فيك. أهلا ومرحبا. بداية نبارك لكم هذا الصمود وهذا النصر، ويبدو أن المقاومات عبر التاريخ تمتلك عادة تاريخية بالصمود والنصر. يعني الحمد لله، هذا نصر لإلنا كلنا، نصر للأمة العربية. وفي الحقيقة الإنجاز يلي حققته المقاومة كتير كبير، ونتائجه سوف تظهر تباعا، وهي أكبر بكتير مما هو ظاهر الآن. مثل ما ذكرنا أستاذ نجاح، طبعا وأنت الأقدر على الإجابة في هذا الموضوع، وأنت المناضل المعروف يعني محليا وعربيا، أنا بيسعدني أطرح عليك هذا السؤال من خلال اللي عم نشوفه، هذا الدفق الإعلامي لتحريف وحرف مسار هذا الانتصار وأخذه باتجاه آخر ربما لتفريغه. ونحن هذا الشيء لاحظناه بحرب 2006 عندما انتهت بمحاولات عربية، وخلينا نقول محاولات كثيرة غربية، بتشويه صورة الرمز في هذاك الوقت وما زال، واللي هو القائد الشهيد الأمين حسن نصر الله. إذا نظرنا عسكريا لهذا الانتصار، الانتصار العسكري، طيب كما يقولون هناك تفوق إسرائيلي هو طبعا واضح، إذا لماذا قبلت إسرائيل بهذا الاتفاق؟ يعني أنا لست مؤهلا لأن أتحدث كثيرا في الجانب العسكري، فهذا من شأن الخبراء العسكريين، لكن بالموقف السياسي. ولكن مما لا شك فيه أن الأهداف التي أعلنها العدو ويمكن استعادتها من خلال تصريحات قادته، كل هذه الأهداف لم تتحقق. فيعني هم أرادوا أن يغيروا القرار أو المعادلة التي أرساها القرار 17-01، لم يتمكنوا. هم أعلنوا أنهم يريدون القضاء على المقاومة وعلى حزب الله، لم يتمكنوا. هم أرادوا أن يجردوا حزب الله من سلاحه، لم يتمكنوا. أحدثوا تهجيرا، ولكن لنرى ما الذي يجري اليوم. هؤلاء الذين تم تهجيرهم يعودون يعني من يرى الطرقات في لبنان، صحيح، الشوارع، الأوتوستراليات. بالمقابل من تم تهجيرهم من بلدات العدو فإنهم لا يعودون الآن. على كل الصعود هناك انتصار كبير. صمود المقاومة هو انتصار، لأن المقاومة لم تكن في موقع الهجوم، كانت في موقع الدفاع. فهل تمكن العدو من تحقيق أي هدف معلن من أهدافه؟ قطعا لا. تبقى مسألة ما يقال عن موضوع فصل الجبهات بين لبنان وغزة. هذا أيضا ربما يتساءل كثيرون ما الذي جرى لهذه الناحية. هذا الأمر لم يتمكن العدو ومعه أمريكا ومن معها
لم يتمكنوا من تحقيقه، والدليل على ذلك المفاوضات التي تجري اليوم فيما يتعلق بقطاع غزة وثبات المقاومة الفلسطينية على مطالبها بانسحاب كامل من إسرائيل من المناطق التي دخل إليها، إجراء صفقة تبادل، وعدم التمكن من تحديد مستقبل غزة كما كان يريد الإسرائيليون والأمريكيون. بالحقيقة في نقاط كتيرة يعني يفترض أنه نحن نوقف عندها، بس أنا بدي أوقف عند فكرة فصل الجبهات. يعني هل القضية الفلسطينية هي بمكان واحد؟ يعني هي متحولة لفكرة، ل يعني وجدان، لرمز، ونحن بدليل شفنا أنه بطوفان الأقصى صار في طوفان رأي عام شعبي عالمي حتى في قلب أمريكا الداعم إسرائيل. فبالتالي موضوع فصل الجبهات هل يستقيم مع القضية الفلسطينية؟ لم يحصل، يعني بموجب الاتفاق الذي جرى في لبنان لم يحصل فصل للجبهات، وهذا انتصار للمقاومة اللبنانية التي كانت تصر أنه لا وقف لإطلاق النار إلا بعد، يعني أو تحت أي ظروف لن يكون هناك فصل للجبهات، وهذا أيضا تحقق، وسوف نرى في القريب القريب أن موضوع غزة تحرك بالشكل الذي تريده المقاومة. طبعا إذا أردنا أن نقرأ بهدوء تداعيات الحرب من طوفان الأقصى إلى وقف إطلاق النار في لبنان على الكيان الصهيوني سواء في بداخله أو على المستوى العالمي، نرى أن القضية الفلسطينية قد عادت من يعني من زوايا النسيان لتصبح القضية الأولى عالميا. الأمر الثاني أن الكيان الصهيوني الذي كان يصور نفسه وكان قطاعات كبيرة من الرأي العام العالمي تصدق على أن إسرائيل هي دولة محبة للسلام وإلى آخره، صورة إسرائيل الحقيقية تكشفت أمام كل الرأي العام العالمي. المحكمة الجنائية الدولية بالقرارات التي صدرت عنها بتجريم رئيس وزراء العدو ووزير دفاعه السابق، هذه ليست إدانة لهذين الرجلين ولكنها إدانة للكيان الصهيوني. يعني هناك أمور كثيرة، ولكن أهم مسألتين تحققتا. أولا إن الولايات المتحدة الأمريكية لم تكن فقط شريكة، هي كانت قائدة هذه الحرب من أجل ما يتحدثون عنها عن شرق أوسط جديد. بهذه المعركة مرة أخرى فشلت الولايات المتحدة الأمريكية. الأمر الثاني أن المقاومة الفلسطينية التي كانت محصورة في غزة الآن ونتيجة هذه المعارك والملاحم وبالرغم كل إجرام العدو، فإن المقاومة تمددت إلى الضفة الغربية وأيضا حتى إلى داخل فلسطين المحتلة عام 1948. يعني المقاومة توسعت، محور المقاومة زاد تماسكا من لبنان إلى فلسطين إلى اليمن إلى العراق إلى سوريا. فكل هذه إنجازات تحققت حتى الآن، والتداعيات على الكيان الصهيوني سوف تكون بالغة التأثير. هجرة
كما قرأت الداخل أمس صحيح، أن هجرة أكثر من 1.5 مليون إسرائيلي. مستوطن إلى الخارج، الانقسامات الداخلية سوف تظهر أكثر في المرحلة المقبلة، والأزمة السياسية والاقتصادية في إسرائيل سوف تبدو في المرحلة المقبلة أكثر تفاقما من أي فترة سابقة. طيب هذا بالنسبة للتداعيات السياسية على الداخل الإسرائيلي، واللي طبعا بعض القراءات تقول رايحة باتجاه انقلاب على نتنياهو. طبعا نحن نأمل ذلك، لكن بالمقلب الآخر عندنا يعني التداعيات السياسية، هل تعتقد أن حزب الله سيكون أكثر متانة، و هذا الانتصار عزز مكانته كقوة مقاومة في المنطقة، اللي هو على عكس ما كانت تهدف إليه إسرائيل وأمريكا؟ أنا أعتقد أن المقاومة اللبنانية حزب الله في المرحلة المقبلة سوف يكون أقوى. لا شك في أن إسرائيل نجحت في ضربات تكتيكية مهمة شهر أيلول خطيرة نعم. مؤلمة في المرحلة الأولى، وكانت قد حضرت لهذا الأمر منذ العام 2006. كانت تتوقع بضرباتها الأولى من موضوع البيجر، أجهزة الاتصال البيجر، إلى موضوع اغتيال القادة وعلى رأسهم الشهيد الكبير نعم. سمحت السيد حسن نصر الله، أن يؤدي هذا إلى انهيار حزب الله. هذا لم يحصل، هذا لم يحصل، وبالمقابل ونتيجة هذا الانتصار فإن المقاومة سوف تزداد تماسكا. هناك مسألة أريد أن أنبه إليها. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية التي فشلت في هذه الحرب، الولايات المتحدة ولا أقول إسرائيل، سوف تحاول تعويض هذه الخسارة بتفجير جبهاتنا الداخلية، خاصة في لبنان وسوريا. ولهذا ربما نشهد التحركات الأخيرة التي قامت بها العصابات الإرهابية في سوريا، وأيضا المجموعات التابعة لأمريكا وإسرائيل في لبنان. ولكن أعتقد أن وهذا تحركه بدون شك الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن لا أتوقع لها النجاح في لبنان. الحقيقة أكثر مرة أرى وعيا لدى شرائح واسعة في الشعب اللبناني ترفض الفتنة وتؤيد تلتف على المقاومة وعلى موضوع النازحين. وأعتقد أن سوريا التي شهدت حربا عالمية عليها في ظروف بالغة الصعوبة، مثلما تغلبت في السابق على هذه المؤامرة، فإنها ستتغلب اليوم على مؤامرة الفتنة التي تقف وراءها الولايات المتحدة الأمريكية. هل يشي التطورات الأخيرة وخاصة في سوريا على أن يعني أنه في تأكيد على تنفيذ خطة استراتيجية أداتها كيان العدو، هي طبعا أمريكية، ربطا بالمستوى العالمي وتحديدا في أوكرانيا أستاذ نجاح؟ نعم، عفوا تقطع الخط، ما سمعت سؤالك بدقة. عم أقول التحركات الإرهابية الحالية في سوريا، يعني هل يعزز فكرة أنه أمريكا ماضية في تنفيذ استراتيجيتها الآن في المنطقة ربطا بالمستوى الأعلى اللي هو أوكرانيا، الساحة الأوكرانية وضرب العمق الروسي؟ يعني طبعا هي الجبهات واضح أنها غير منفصلة أبدا. هذه الجبهات مترابطة في الحقيقة. الفشل الأمريكي الكبير، الهدف الأمريكي الكبير هو السيطرة على الشرق الأوسط وإعادة رسم جغرافيته بتقسيم كياناته إلى كيانات
إثنية وطائفية تكون تحت قبضتها وبإدارة إسرائيل. هذا الأمر فشل. أيضا هناك ربط بين ما يجري في المنطقة ومن ضمنها سوريا والهجوم الغربي عبر أوكرانيا على روسيا. يعني هناك ربط واضح، والمسألة هي الصراع على شكل النظام الدولي العتيد. الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال تعمل على تنفيذ استراتيجيتها. كلما تماسك هذا المحور الممتد من روسيا، إيران، سوريا، المقاومات في المنطقة، كلما زاد هذا المحور تماسكا، كلما أدى ذلك إلى إحباط استراتيجية أمريكا. هنا أقول لا يتوقع أحد أن تنكفئ أمريكا بسرعة، ولكن كلما تمتعنا بالصبر، بالشجاعة، بالحكمة أكثر، كلما أدى ذلك إلى انتصار المقاومة وانتصار سوريا، انتصار كل المحور المناهض للولايات المتحدة الأمريكية وسياستها العدوانية في العالم. كانت من الأسئلة المطروحة عن هذا الاتفاق أستاذ نجاح أنه إلى أي حد هو بده يشكل استقرار طويل الأمد في المنطقة؟ تعتقد لا من خلال إجابتك؟ الاتفاق اللي صار في لبنان؟ تماما. لا، لن يؤدي إلى استقرار طويل، فالحرب مفتوحة، ولكن في هذه الجولة المهمة وفي هذه المنطقة المهمة لا شك أن انتصارا كبيرا للمحور كله قد تحقق. ولكن الولايات المتحدة الأمريكية كما قلت لا يمكنها أن تتراجع عن استراتيجيتها التي تنفذها عبر الشرق الأوسط بالدرجة الأولى. لا هي تتراجع، ولا بالمقابل المحور الآخر حتى الممتد إلى روسيا والصين ليس في وارد الاستسلام لمشيئة أمريكا أو الرضوخ لمشيئتها. فنحن لسنا في نهايات الصراع، نحن في عز هذا الصراع، والأمر يحتاج منا إلى شجاعة، حكمة، ثقة بالنفس، رباط الجأش. وإذا سألتيني ماذا أتوقع للمستقبل، لا أنا بدي أسألك مستقبل هذا الصراع، أنا أتوقع أن تهزم الولايات المتحدة الأمريكية، أن تفشل في تحقيق استراتيجيتها، وهذا ليس خيرا للأمة العربية وحدها، ولكن هذا الخير سوف يعم العالم، لأن الولايات المتحدة الأمريكية هي عدوة كل هذا العالم. صحيح. طيب من خلال اللي ذكرته بنهاية الحديث أستاذ نجاح، كيف انتصار حزب الله، كيف نفهمه كانتصار للأمن القومي العربي؟ يعني مجرد أن يعني هنا أعود، ما هي استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة؟ كما قلت، إعادة رسم الجغرافيا السياسية، الخريطة اللي أعلنها نتنياهو. نعم، الخريطة نفسها اللي أعلنها نتنياهو. نعم، تفتيت الكيانات إلى آخره والسيطرة على المنطقة. هذا الانتصار الذي تحقق في لبنان شكل طعنة كبيرة للمشروع الأمريكي الذي فشل أكثر من مرة، من موضوع صفقة القرن فشلت إلى موضوع الذي يتحدثون عنه اليوم، اتفاقات أبراهام إلى آخره، كلها فشلت بسبب صمود المقاومة. الآن
الآن أعتقد أن كما قلت لك المحاولات الأمريكية سوف تستمر، ولكن بالمقابل إن الجبهة المواجهة للولايات المتحدة الأمريكية والحلف الأطلسي والكيان الصهيوني، هذه الجبهة الممتدة كما أشرت من الصين إلى روسيا إيران المقاومات العربية، هذه الجبهة سوف تتعزز أكثر وتبني على هذا الانتصار بحيث تكون أكثر قوة وأكثر قدرة على المواجهة في المرحلة المقبلة. وفي المرحلة المقبلة يبدو الدور الهدف إيران، هو الهدف، كلنا هدف، إيران هي هدف، تريد أمريكا تحطيمها وهذا ما يعلنون عنه. سوريا، إسقاط سوريا، منذ أن بدأت الحرب على سوريا لم تكن حربا على النظام، لم تكن حربا على شخص، كان حقيقة الحرب على سوريا كان من أجل إسقاط سوريا دولة ووطنا. تألمنا كثيرا، دفعنا كثيرا، ولكننا لم نمكنهم من تحقيق ما أرادوا، فشلوا في أكثر من مكان، والآن أعتقد أنهم سوف يفشلون. وهذا رأيك كان من 2011 أستاذ نجاح وأكيم، وكانت الرؤية صائبة ودقيقة جدا، وأتذكر يعني منذ سنوات كان هذا رأيك بأنه الهدف سوريا، أضعاف سوريا، سوريا ربما لأجل هذا المخطط الذي يحاولون بالضبط تنفيذه الآن. بالضبط، لأنه يعني لو لا سمح الله سقطت سوريا فإن الشرق الأوسط كله سوف يسقط ويتفتت. يعني سوريا هي العقبة أمام تنفيذ ذلك المشروع. والآن أقول إن من ضمن أهداف الحرب التي شنت على غزة وعلى لبنان، من ضمن الأهداف هو تطويق سوريا من جديد وإخضاع سوريا وإسقاط سوريا. لم يتمكنوا في السابق، لن يتمكنوا الآن، وبالتالي سوريا في المشروع سابقا ولاحقا هي بيضة القبان في إخفاقه أو نجاحه. بالضبط. بالضبط تماما. يعني هذا الصراع كله النقطة المركزية فيه هي سوريا. إذا لا سمح الله، لو لا سمح الله سقطت سوريا، فإن المنطقة كلها سوف تتغير. وإذا فشل الغرب فإن سوريا سوف تعود إلى موقعها الطبيعي، اللاعب الأكبر والأكثر وزنا في المنطقة كلها. إن شاء الله، إن شاء الله، واللي صمد 14 سنة قادر يصمد الآن في خواتيم هذه المرحلة، رغم أنك قلت أنها ذروة الصراع الآن، لكن الـ يعني التحالفات صارت واضحة حتى عالميا، ما هيك أستاذ نجاح؟ طبعا طبعا، كل التحالفات واضحة عربيا وعالميا وإقليميا، كل شيء واضح. مجددا أبارك لكم هذا النصر، أبارك لكم هذا الصمود، واللي نحن خط يعني محور واحد، من بارك لنفسنا كمان، والرحمة لكل شهداء في لبنان، في سوريا، في العراق، في غزة، في اليمن. بدي أتشكر حضورك معنا الأستاذ نجاح وكيم، رئيس حركة الشعب في لبنان، شكرا كثير لحضورك معنا. شكرا، شكرا لكم. أهلا، شكرا ومرحبا. أما الشكر الأكبر فلكم أنتم مشاهدينا، ألقاكم في حلقات مقبلة، إلى اللقاء.